المهم بقى في ظل التطور اللي بقول عليه ده والتغير اللي بيحصل ده، يطلع لك كده مجموعة من السادة النواب اللي مش بيفجروا جوه الصندوق ده، تقريبا ما فيش صندوق خالص. بيقول لك مثلا لازم الحكومة تعمل تسعيرة للفيسبوك، واللي ما يدفعش نقفل صفحته. ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ واضح ان السادة النواب اللي بيجيلهم الافكار دي محتاجين ياخدوا كورس الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. فيسبوك ايه اللي تعمله بفلوس؟ هو الفيسبوك ده كشك سجاير مثلا فاتح في مصر؟ بدل ما تفكروا ازاي نعمل تعاون دولي في موضوع الجرائم وتبادل معلومات المجرمين والارهابيين اللي بيستخدموا التكنولوجيا، تقول لي نعمل فيسبوك فلوس؟ ده اللي هو ازاي يعني سيادتك؟ مش عارف الواحد يعيط ولا يضحك بصراحة. الشركات دي اكيد بتمثل نوع من انواع التهديد للامن القومي ومركزية الدولة والاقتصاد كمان، لان اغلب البيزنس اللي بيتعمل عليها ما بيدفعش ضرائب، وده لان حضراتكم شغالين بالكم بحاجات فرعية ملاش اي لازمة ومش هتحل اي حاجة. لكن برضو ده مش معناه اننا نقفل او نمنع او نحجب. الشركات اللي زي الفيسبوك وجوجل وغيرها بتحقق مكاسب لا تتخيلها من التجارة الالكترونية والاقتصاد الجديد. انت عارف مثلا ابل، فيسبوك، جوجل وسامسونج وشركات كتير جدا من شركات التكنولوجيا بتكسب قد ايه في السنة؟ شركة ابل مثلا بتعمل مبيعات بحوالي 233 بليون دولار في السنة، وحوالي 53 بليون دولار مكسب في السنة الواحدة، ومحتلة رقم 8 في قائمة فوربس لأكبر الشركات على مستوى العالم. سامسونج بتعمل حوالي 177 بليون دولار مبيعات و16 بليون دولار مكسب، ومحتلة رقم 18 على مستوى العالم. شركة فيسبوك مثلا بتعمل حوالي 17.9 بليون دولار في السنة، وموجودة في رقم 188 في أكبر الشركات حوالين العالم. شركة زي باي بال بتعمل تقريبا 9.1 بليون دولار في السنة. شركة أمازون عاملة تقريبا 107 بليون دولار في السنة، وجوجل 74 بليون دولار في السنة، وعندك شركة زي أوبر تقريبا بتعمل 10 بليون دولار في السنة. نقول كمان ولا كفاية؟ الإحصائيات العالمية بتقول إن الاقتصاد الرقمي ده هيضيف لاقتصاد الولايات المتحدة حوالي 7.1 تريليون دولار بحلول 2030، وهيضيف لاقتصاد الصين حوالي 1.8 تريليون دولار، وألمانيا حوالي 700 بليون دولار، وبريطانيا حوالي 531 بليون دولار. طبعا أنا مش بتكلم النهاردة عن الاقتصاد لأن ده محتاج حلقات كتير، بس حبيت بس أبين الصورة للإخوة النواب اللي عايشين في القرون الوسطى، وحبيت أديلكم فكرة قد إيه الاقتصاد اختلف وبقى اقتصاد مش ملموس.